إذا مشاهدينا، لأول مرة منذ اندلاع الصراع في السودان بين الجيش والدعم السريع وذلك في 15 من أبريل الماضي، ظهرت مؤخرا قوات الاحتياط المركزي خلال معارك جنوب الخرطوم، وهي تجوب بسيارات بيضاء مكشوفة وعليها أسلحة منصوبة. هذه القوات التي تعرف باسم أبو طيرة تتبع لوزارة الداخلية شاركت في قمع الحركات المسلحة في إقليم دارفور وكذلك أيضا في بعض مناطق كردفان، كما شاركت ضمن فرق مؤلفة من الجيش وجهاز المخابرات في تصدي لهجوم شنته حركة العدل والمساواة على الخرطوم عام 2008. تأسست شرطة الاحتياطي المركزي عام 1974 ضمن وحدات شرطية أخرى يقدر عددها بنحو 80,000 عنصر، وهي قوات شبه قتالية جرى تدريبها على فض النزاعات القبلية، إذ حظيت بتأهيل وتسليح أعلى من بقية وحدات الشرطة الأخرى، كما تقوم بمهام نوعية في التأمين خاصة على الطرق والمراكز الحيوية، وتتميز عن سواها من فصائل الشرطة بالتدريب العالي وتستخدم أنواعا مختلفة من الأسلحة المتطورة. تكمن أهمية معسكر الاحتياط المركزي الواقع جنوب الخرطوم باعتباره مركزا رئيسيا لهذه القوات التي تعتبر ذات مهام استراتيجية. تتوفر لديها إمكانيات كبيرة من تسليح متطور وعربات عسكرية إلى جانب مدرعات وسلاح ذاتي الحركة مضاد للطائرات. إضافة لذلك يوجد في المعسكر مخازن أسلحة ووقود وجميع التجهيزات التي تستخدم في المهام القتالية الخاصة. الله أكبر، جوا والله يشهد، الله أكبر، جوا والله، جوا والله يا جماعة، الله أكبر، الله أكبر، دي غنائم والله، الله أكبر، 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 من داخل الاحتياط، من داخل الاحتياط، الحلف الفن من داخل الاحتياط، الله أكبر، تحكم، الله أكبر، الله أكبر، من داخل بوابة الاحتياط. الله أكبر، الله أكبر، جرح اللو عربات، جرح اللو عربات، جرح اللو عربات، جرح اللو عربات، جوا جرح اللو عربات، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، احتياط المركزي الليلة يوم الأحد، الله أكبر، ده حديده أنا ده حقت عجازي بس أنا ما ده. أما مقر الاحتياطي المركزي فيقع في جنوب الخرطوم، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية عسكرية كبيرة، والسيطرة عليها يمنع تدفق الدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع من الولايات المتاخمة أو حتى من معسكراتها الجنوبية. أهميتها الاستراتيجية تتمثل بالمنافذ المتعددة المشرفة عليها كالبناء البري الرئيسي الذي يربط الخرطوم بطرق قومية إلى غرب البلاد ووسطها وشرقها، ومن جنوب الخرطوم يمكن توجه إلى ولاية النيل الأبيض، وأيضا هي متاخمة للعاصمة، ومنها إلى ولايات أخرى منها النيل الأزرق المتاخمة لإثيوبيا. تشكل أحياء جنوب الخرطوم حزاما يطوق وسط العاصمة، حيث قيادة الجيش إلى جانب مطار الخرطوم والقصر الجمهوري. كما تتمتع المنطقة بعدة مداخل لقلب العاصمة، منها إلى مدينتي بحري وأم درمان. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.